وحول تطورات الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي بعد استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك معنا دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك، حياك الله. حياكم الله. كما يسرني أن ينضم معنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك معنا دكتور هلال. حياكم الله وحياكم أهلا. حياكم الله. لعلي أبتدئ معك دكتور قحطان، يعني كيف تقرأ استقالة محمد الحلبوسي، وهل جاءت تحت ضغط كما يحاول البعض تصويرها؟ أكرر الترحاب بك وبالضيف الكريم. بدءا أخي العزيز، المعقول في العملية السياسية هو حالة لا معقول فيها، فكل شيء في العملية السياسية غير معقول وغير منطقي. فحلبوسي الذي لم يقدم شيء بالتأكيد للعراق ولا لشيء لما ينبغي أن يقدم، هو ذهب باتجاه الاستقالة لعلها لعبة سياسية أو تخريجة معينة للحالة الضيقة التي يمر بها البرلمان. فالاجتماع القادم لا يتعدى سوى فقرتين أساسيتين، هي تصويت على الحلبوسي وانتخاب نائب ثاني وانتهى الأمر. وبالتالي إذن هي في تصوري تأخذ أكثر من احتمال. الاحتمال هي لعبة سياسية لتمرير المسألة مدة أطول عملية سياسية، أو هي محاولة للقفز من المركب الغارق، أو هي محاولة تقرب وإعطاء صورة إلى الصدر بأنه طرف لا يتوافق مع ترتيبة التي ذهبت إليها جماعة الإطار. وبالتالي هي مراوغة سياسية آنية ضيقة لا تقدم شيء ولا تنقذ العملية السياسية بشيء. نعم دكتور هلال، يعني الحلبوسي اليوم صرح بأن البرلمان يجب أن يعود لطبيعته كي تحلحل الأوضاع في العراق. هل تحول الحلبوسي إلى الطرف الآخر برأيك بعد أن كان الإطار يتهمه بعرقلة عقد جلسات البرلمان؟ من فضلك الصوت في صوتك في غير واضح. دكتور هلال هل تسمعني؟ لكن صوتك في صدى. يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال. أتوجه بالسؤال إليك دكتور قحطان، يعني ما الذي يعنيه برأيك دخول الحلبوسي في تحالف سياسي جديد باسم إدارة الدولة، وهو المعني بتشكيل الحكومة ويرشح السوداني المرفوض من الصدر على رأسها؟ كما قلت قبل قليل، المعقول في العملية السياسية حالة لا معقول. كل شيء في العملية السياسية ممكن أن يمرر لأنها بنيت على أسس ضيقة، مصالح آنية، مصالح ضيقة أو مصالح خارجية. وبالتالي المنطق العام للمسار الذي يرتقب من العملية السياسية لا يتوفق. فحلبوسي أتوقع، وهو رغم صغر سنه إلى أنه في المسائل السياسية ذهب عميقا بما يخدم مصلحته بالوجه الأساس، أعتقد أنها مناورة معينة من الحلبوسي. لن يصلوا إلى حالة معينة من خلال البرلمان، لأن سيتعطل بالتأكيد. وقد يكون هناك اتفاقات أخرى للحلبوسي مع جماعات لا تحضر البرلمان حصرا، وبالتالي تعقد الأمور أكثر على مجموعة الإطار وتصب بالنهاية إلى مصلحة الجانب التيار. إذا نعتقد أن العملية السياسية تدار بحنكة من أطراف خارجية، أدواتها المجاميع التي نسميها الآن حلبوسية، الإطار، التيار. ولكن هناك رؤية أبعد عملية سياسية يراد لها أن تستمر حالة لا مخرج أمام حالة لا حل، حتى تهيئ الظرف الدولي للتدخل بالشأن العراقي. كيف تتوقع أن تكون ردة فعل الصدر على يعني هذه الاستقالة، استقالة الحلبوسي؟ هي رسالة قد تقرأ من جلب صدر إيجابية، باعتبار أن الحلبوسي اعترض أو لم يحضر الاجتماع الذي دعا إليه الإطار، وبالتالي هي نقطة لصالح الصدر أو لصالح العلاقة مع الصدر. قد ترأب الصدع الذي نتج أو ينتج من التحالف الذي ما سمي أخيرا في إدارة الدولة،
إذا هي عملية مناورات، هذه مناورات كما قلنا قبل قليل لا تعطي شيئا سوى أنها تديم أمد هذا العملية السياسية. فالأربعاء القادم سيأتي، أولا قد لا يحصل اجتماع بالأساس، وبالتالي لن يحسم موضوع الحلبوسي، وإذا حضر أو حصل الاجتماع قد يعاد انتخابه وترفض الاستقالة، وكأنما الحلبوسي رجل المرحلة هو رجل الحل. ولكن نسأل الحلبوسي عندما طرح استقالته وينتظر التصويت عليه، أين هو من التصويت على استقالة أعضاء التيار الصدري عندما قدم استقالة ووقع عليها دون أن يصوت؟ إذن هي هذه لعبة، وأؤكد هنا اللا معقول في العملية السياسية هو المعقول في ظل هذه المعطيات. نعم، إذا بالعودة للدكتور هلال، يعني دكتور الحلبوسي اليوم صرح بأن البرلمان يجب أن يعود لطبيعته كي تتحلحل الأمور في العراق. السؤال هنا، هل تحول الحلبوسي إلى الطرف الآخر بعد أن كان الإطار يتهمه بعرقلة عقد جلسات البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والأمان، وأن ينجي العراق والعراقيين من هذه التهمة الفاسدة جملة وتفصيلا. أنا أثني على كلام أخي دكتور قحطان، القضية في العراق العملية السياسية كلها خطأ، ما بني على باطل فهو باطل، فبالتالي لا تبحث في الباطل عن أمور الحق والمنطق والقانون وإلى آخره. استقالة الحلبوسي هي لعبة سياسية مؤكدة، لها ضغوط خارجية، لها أكثر من دلالة ولها أكثر من تفسير. التفسير الأول يمكن أن يكون هناك أن الحلبوسي قد ضمن عدم موافقة البرلمان على التصويت على استقالته، وبالتالي سوف يكسب الود للجميع بأنه هو أراد أن يفتح الفرصة أو يفسح المجال للبرلمان يتخذ قرارا آخر. هل هو شخص الحلبوسي نفسه يعترض عليه الإطار؟ هل هناك ضغط من إيران على الحلبوسي بالاستقالة؟ ما هو سر الاجتماع الذي عقد بين بلاسخارت وبين الحلبوسي الذي بعدها مباشرة أعلن الاستقالة؟ هل هناك توجيه دولي؟ القضية تأخذ أكثر من احتمال، والاحتمالات كلها واردة، لكن الكلام أنه البرلمان يأخذ دوره، أين البرلمان وماذا قدم للعراق منذ 2003 ولحد الآن؟ ماذا قدم البرلمان للعراق من عمل حقيقي؟ البرلمان محكوم بعملية سياسية أساس المحتل الأمريكي بلحمة إيرانية ودسم إيراني واضح، الغرض منها تدمير العراق وإيصاله إلى الحال الذي نحن فيه الآن. عملية سياسية وصفها الله سبحانه وتعالى، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الآن الكل ينهش بجسد العراق ويريد ويتكلم باسم العراق. الحلبوسي هل كان هو خلينا نقول حجرة الثقل الذي يوازن العملية بين الصدر وبين الإطار؟ نحن نعلم بأن الحلبوسي اتفق مع التيار الصدري، ولكن هل الاتفاق هو اتفاق مبدئي وطني قائم على أسس وطنية؟ أنا أقول لك لا، لا الصدر يعرف هذا، ولا الصدر هو أصلا الاتفاق من ناحية الوطنية، ولا الإطار التأسيسي، كلهم تابعين لإيران وكلهم تقودهم إيران جملة وتفصيلا بأجزاء مختلفة. لكن إيران الآن تريد من الإطار أن يمسك المرحلة لضرورات المرحلة القادمة لمصلحة إيران تحديدا وليست لمصلحة العراق. فبالتالي كل الذين يدورون في هذا المحور، ولا ننسى الولايات المتحدة الأمريكية وتصريح المسؤول الخارجية قبل أسبوعين أو ثلاثة على الموجودين السياسيين أن يعطوا دور للصدر. إذن العملية أنه هناك دعم خارجي للإطار التنسيقي سواء كان أمريكيا إيرانيا، التيار الصدري انسحابه من البرلمان خلق خلخلة في داخل البرلمان، المرحلة أصبحت مرحلة نزاعات وصراعات قد تتجه للصاع المسلح. هل الحلبوسي يريد هنا أن يرضي الصدر؟ أعتقد لا، لأنه في 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 نهاية الأمر عندما يتمكن الإطار من الولوج للعملية السياسية إذا نجح والترشيح السوداني، سوف يتم الانتقام من كل الأطراف التي وقفت ضد الإطار، وهذا ما يعمل عليه المالكي علنا، يعني رجل لا يخفي شيئا في جعبته، هذه السياسة معلنة. إذا هناك صراع
يريد الحلبوسي أن يجب نفسه عنه. هذا احتمال. احتمال آخر أنه يريد أن يلعب لعبة هي محسومة الأمر، أنه سوف لن يتوافق البرلمان على استقالته، وبالتالي يعتبر هو كسب المرحلة إعلاميا، وأعتقد هذا هو الذي سيحصل والله أعلم. نعم دكتور قحطان، يعني ما مدى ثقل هذه الخطوة من قبل الحلبوسي في ظل كل ما يجري الآن؟ العملية السياسية يحسبونها إنجازا، ولكن بالتأكيد على مستوى الشعب العراقي ومصلحة العراق، أمل العراق، هي خطوة لا تقدم شيء ولا تؤخر، لأنها عملية تخدم العملية السياسية ذاتها، والعملية السياسية هي المشكلة الأساسية التي أوصلت العراق، أو هي السبب الأساسي التي أوصلت العراق إلى ما وصل إليه العراق حتى بات أسوأ بلد في العالم. إذن هي خطوة لكسب الود، خطوة لخلط الأوراق، خطوة لكي يعطي مجالا إلى المدة الزمنية أن تطول في بحر المد والجزر داخل العملية السياسية، لأن حتى الحسم من داخل العملية السياسية هو مستحيل، وعملية التغيير بما يقدم شيء للوطن هي بالتأكيد مستحيلة. التغيير عبر ثوار تشرين وهو أمل الأمة قد يبدو ليس بالسهل، ولكن يبقى أملا أكثر ما هو واقع. التغيير عبر المجتمع الدولي بالوقت الحاضر لا تتوفر الأدوات اللازمة أو الفرصة اللازمة لذلك. إذا نعتقد أن العملية ستبقى هكذا، هذه بين قوسين إبداعات من أجل إطالة عمر العملية السياسية، وكأنما هناك مراحل. لذلك نسمع الآن الجولة الثالثة من المفاوضات بين أطراف العملية السياسية، وقد تكون هناك جولة رابعة وخامسة وكذا، وكل هذا العراق يئن فيما يئن منذ سنين ولا حل. إذن هي عملية إطالة أمد العملية السياسية أكثر من أي خطوة أخرى. نعم دكتور هلال، إلى أي مدى ترى أن استقالة الحلبوسي لربما هي آخر ورقة باتت بيد التحالف الثلاثي الداعم للصدر؟ هي القضية كما قلنا تأخذ أكثر من تفسير. التفسير الأول، لم تكن ورقة ضاغطة على الإطار التنسيقي أو فتح. لو لاحظنا أنه الإطار التنسيقي كان يتهم الحلبوسي بأنه لم يؤدي دوره المطلوب منه. ما هو الدور المطلوب من رئيس البرلمان في نظر الإطار التنسيقي؟ أن يستجيب لما تريده الكتل التابعة لإيران، وأن ينفذ ما يريدون. إذن هم وضعوه كحجرة عن طريق متابعة عقد الجلسات تقصد؟ هذا اعتقد هذا الانسحاب يندرج ضمن هل المسلسل هذا والله اعلم، لانه العمليه غير واضحه، الاسباب غير واضحه. الاستقاله لم تناقش مع اي من الكتل السياسيه كما اعلن الحلبوسي، لكن استقاله رئيس البرلمان في هذه الاثناء وبهذه اللحظات وبهذا الوضع هو حقيقه مثل العطاء المغذي لمريض موت الدماغ. نعم دكتور قحطان، يعني قد يقول البعض لماذا يعني لا يكون الحلبوسي قد باع الصدر بالفعل، ولربما عن طريق صفقة ما قد تمت ليعود الحلبوسي من خلالها لرئاسة البرلمان يعني بشعبية أكثر إن صح التعبير على وفق زعمه؟ الاحتمالات الكبيرة التي يمرر بها أو يجدد بها نفسه الحلبوسي دون أن بين قوسين يغرض الصدر، باعتبار أنه قدم استقالة، ما عليه قام به، وبالتالي عندما البرلمان يدعي أنه يمثل الشعب هو الذي تمسك به، وبالتالي وكأنه هو أمل الأمة وخلاص الأمة، وبالتالي ليس عليه من السهل أن يترك واجب دعاه له الأمة. هذا هو الضحك على الذقون، على الضحك على الذات أولا ثم الضحك على الآخرين. أما عملية أن يبيع أحد أطراف العملية السياسية
رفيقه أو زميله أو من هو بخندقه، فالمسألة ليس بعيدة نهائيا وهي طبيعية للغاية، بدءا أن الأحزاب السياسية هي في أساسها مذهبية التوجه، إذن هي باعت الدين الإسلامي أساسا لأن قزمت الإسلام، وهي ارتبطت بقوة خارجية، إذن باعت الوطنية أساسا وباعت العراق وارتبطت بقوة خارجية، ثم أنها ذهبت باتجاه تقزيم العراق وإشاعة المحاصصة وإشاعة الخلافات البينية، إذن هي حتى للشعب العراقي غير وفية، وبالتالي لا نستبعد حلبوشي أن يبيع أي طرف آخر من أجل مصلحته، وهذا ليس فقط محصورا على حلبوشي، فقد يكون مالكي، قد يكون جعفري، قد يكون الصدر ذاته بالتأكيد، ولنا في ذلك واضح صورة، هو عندما قال الصدر للشهداء بين قوسين للشهداء الصدريين أخيرا قتلنا وقتلهم في النار. إذن أين الموقف وأين المبدئية من أناس خرجوا مساندين إلى الصدر واندفعوا باتجاه فعل معين ثم يقال عنهم من قبل الصدر ذاته أنهم في النار؟ إذن البيع والشراء للقوى السياسية واردة جدا وبأرخص الأثمان. نعم، أتوجه بالسؤال هنا للدكتور هلال، يعني دكتور ما هو الدور الإقليمي والدولي الذي يمكن قراءته من هذه الصفقة إن تمت؟ أنا قلت قبل قليل في حديثي أن هناك اجتماع سرد بين الحلبوسي وبلاسهارت، هل هناك توجيه بالاستقالة؟ هل هناك ضغط دولي؟ نعم هناك ضغط دولي واضح جدا من خلال التسريبات الإعلامية ومن خلال الدعم الإعلامي الأمريكي لأطراف العملية السياسية التي صممها المحتل الأمريكي لتكون أحد أهم أدوات التدمير في العراق، فبالتالي طالت هذا الأمد وطالت هذا المشروع هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحديدا، والتجاذبات اللي تحصل على أرض العراق هي ليس للعراق أي مصلحة فيها، يعني لاحظ لا العملية السياسية ولا الأحزاب التي أتى بها المحتل ولا هم حريصون على العراق، وكل الذين خرجوا من هذه الأحزاب ومن ضمنهم الذي خرج قبل فترة وصرح تصريح واضح جدا ومن منظمة بدر قال نحن عملاء نعمل لصالح إيران وليس لمصلحة العراق، ونحن كنا نقاتل مع إيران ونقاتل العراقيين، فلم نأتي إلى مصلحة للشعب العراقي، أتينا لأجل أن نحارب الشعب العراقي، وهذا ما حصل فعليا. يعني أما الذين التحقوا بالعملية السياسية فهم التحقوا على المصالح والمكاسب المادية والسرقات وما إلى ذلك، بالتالي لا توجد مصلحة وطنية ولا توجد مصلحة شرعية ولا توجد للمصلحة عراقية بحتة من خلال العمل السياسي الذي يدور في العراق من كل الأطراف اللي اشتركت في العملية، لأنه عملية حقيقة أنت تطلب أن تأكل لحما طيبا من قدر فاسد، وهذا مستحيل. فبالتالي الآن كل الذي يحصل بالعراق وكل الذي يحصل بالعملية السياسية هو صراعات للمافيات واللصوصية التي من يستفيد أكثر ومن يسرق أكثر. المالكي حكم لمرحلتين، ماذا وصل العراق؟ هذا هو السؤال. اللي قبله والذي أتوا بعده ماذا قدموا للعراق؟ العراق الحقيقة آخر شيء يهتمون به، لأنه من استعملهم هو الذي يديرهم وهو الذي يحميهم، وإن المجتمع الدولي الآن المجتمع الدولي أين المجتمع الدولي عن ما يحصل في بلد مثل العراق؟ تتجاذبه الصراعات السياسية، تديره إيران بشكل مباشر، الميليشيات منتشرة فيه في كل مكان، لا وجود لهيبة الدولة، الكل إيران تضرب كردستان وتركيا تضرب من الشمال. إذن كنت ضيفنا من عمان عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كما أشكر الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا ضيفنا عبر سكايب من بغداد، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.